احنا هون اليوم في عنا في جامعة خضور 8000 طالب، 8000 طالب هم راحين يشوفوا هاي اللوحات لمدة يومين، إضافة إلى ذلك في عنا هون قسم فنون جميلة تم افتتاحه في الجامعة، فإحنا من واستهداف الشباب برضو من أولويات وزارة الثقافة، فلذلك كل هاي الأمور إحنا بنحاول اللي هي التوعية، بنحاول اللي هي صقل شخصية، بنحاول اللي هي تنمية مواهب، تنمية المواهب من خلال هاي الفعاليات اللي إحنا بنكون فيها وتشجيع، يعني في بعض الطالبات والطلاب اللي أول مرة بيشارك في معرض مع كبار الفنانين. فهذا الحكي بيعطيهم حافز وبنشطهم ونتمنى التوفيق للجميع. أنا بحب الرسم، أنا مع الفنانين العربي، أنا ربطة فنانين العربة إبداع في كفر ياسيف، أنا عندي تقريبا 25 سنة هناك. وإحنا دائما نعمل معرض وإنا كمان غاليريا، إنا كل شيء إحنا ربطة نصبطة، وإنا تقريبا 5 سنين إحنا كل سنة نعمل إشي مشترك بين فلسطين وطولكارين، ما إحنا نبدأ من كلانس بين كفر ياسين. إحنا في مجلس اتحاد طلب حركة الشباب الطلابية بنحب نأكد على القضية الفلسطينية على فلسطين، وجاء اسم هذا المعرض فلسطين أرض وهوية تأكيدا على أهمية فلسطين، أهمية القضية الفلسطينية، عشان وصل رسالة للمجتمع المحلي ولطلاب جامعة خضوري إنه في شيء اسمه فلسطين موجود عندنا هنا. طبعا إحنا في مجلس اتحاد طلب حركة الشباب الطلابية بيجي دورنا إنه إحنا ندعم مثل هاي فعاليات، ندعم مثل هيك أفكار، نساعد في تجهيز مثل هيك معارض. طبعا هذا المعرض بيجي إنه لما الطالب بده يلف على الصور يتفرج على الصور، كل صورة لها معنى مهم في فلسطين، وبوصل رسالة منيحة لكل الطلاب. إحنا برضو بنترحم على روح شهداء غزة اللي سقطوا امبارح في غزة نتيجة الحرب، وطبعا إحنا برضو بنأكد على ذكرى رحيل الشهيد ياسر عرفات. الشهيد ياسر عرفات هو فكرة والفكرة تدوم لا تموت. طبعا إحنا برضو بمناسبة وعد بالفور مشؤوم نستنكر هذا الوعد اللي جاء على القضية الفلسطينية وأحبط القضية الفلسطينية ورجعها لورا. طبعا إحنا بنتمنى من الشعب الفلسطيني يتكاتف من أجل القضية الفلسطينية، وبنشكر الجميع على حضور هذا المعرض.